السلام عليكم. النهاردة نتكلم عن موبايل اقتصاد جديد شركة اوبو اعلنت عنه، وموبايل اوبو A2 اللي بيعتبر يعني بيجي بمواصفات كويسة جدا قصاد الفئة السعرية بتاعته. وانت عارف هنا انا بتكلم عن الفئة الاقتصادية اللي غالبا دلوقتي يعني معظم الشعب اللي ماسكها. عايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه. اول حاجة نبدأ بيها هي الخامات. طول الموبايل دوت 165 ملي، وبعرض 76 ملي، وبسمك 8 ملي، والوزن عامل حوالي 193 جرام، والظهر مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال5G. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي استريو، وبيدعم منفذ 3.5، وبيجي مع عمرية IP54 يعني مقاوم للأتربة ورذاذ الماء. ركز، رذاذ الماء بس، والبصمة بتاعته بتيجي في زر الطاقة. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع IPS بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل 86.5% وبدقة 1080x2400 بكسل وبأبعاد 20x9 ومع كثافة بكسلات 392 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل 680 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 90 هرتز، وبيجي عليها كمان طبقة حماية من نوع باندا جلاس. وبالنسبة يعني مواصفات الشاشة فأنا شايف فيها عيبين من وجهة نظر أنا. أول حاجة قوة الإضاءة تحت الشمس ضعيفة، 680 شمعة مش يعني بداية الحلو، وفي نفس الوقت مش بتدعم تقنية الـ HDR. اما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل هنا بيقدم نسختين ممتازين، اول نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والنسخة التانية 512 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 2.2، وبيدعم كمان تركيب ميموري كارد في منفذ خاص بيه. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة كالر OS 13.1 مع معالج ميتا ديمنسيتي 6020 بمعمارية 7 نانو وبتردد 2.2 جيجا هرتز ومعالج رسوم ميلي جي 57. وبالنسبة ليعني اداء المعالج دوت فده معالج كويس جدا وحلو في الفئة اللي جاي فيها اللي هي يعني نهاية الفئة الاقتصادية وبداية الفئة المتوسطة، فكمعالج محترم مش وحش. اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي باتنين كاميرا خلفية، الاولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 والكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4 وديت كاميرا للعمق، وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR ويقدر يصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة ليعني الكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 وبتدعم تقنية الـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة ليعني أداء الكاميرات ديت فأداها معقول قصاد الفئة السعرية، ولكن معروفة يعني في موبايلات الفئة الاقتصادية ما تعتمدش على الكاميرات بشكل الكافي، يعني هي مجرد كاميرات تقضي الغرض. اما بقى بالنسبة لباقي تقنيات فالموبايل دوت في واي فاي وبلوتوث من اصدار 5.3 ومعهم كمان الجي بي اس، لكن ما فيهوش تقنية NFC ولا الاي ار ولا الراديو. اما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بسعة ممتازة وهي 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط مع شاحن من نوع تايب سي 2 وبيدعم كمان خاصية الاوتو جي. وانا عايز اقول لك تقدر تشحن البطارية من 0% في حوالي ساعة واحدة بس، ودي طبعا سرعة شحن كويسة جدا في موبايلات الفئة الاقتصادية. اما بقى بالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 240 دولار يعني حوالي 7400 جنيه مصري و900 ريال سعودي و32000 دينار جزائري و310000 دينار عراقي. وبنسبة رأيي في الموبايل فانا شايفه الموبايل ممتاز بيقدم لك مواصفات كويسة قصاد الفئة السعرية بتاعته اللي هي يعني تحت 8000 جنيه، ولكن انا اعتقد ان السعر ممكن يلمس 9000 جنيه بالجمارك والضرائب وبعض الحاجات التانية ممكن تضاف في مصر، ولكن برضه مازال الموبايل كويس. واكتر حاجة مميزة هو المعالج اللي بيجي بيه وفي نفس الوقت حجم البطارية وكمان اجملهم مساحة التخزين وحجم الرام، دول اجمد حاجة فيه وبالذات التخزين والرام ممتازين جدا. وبس كده كده انا خلصت وقلت رأيي في الموبايل بكل حيادية، وطبعا رأيك تحت في التعليقات مهم سواء بالإيجاب او بالسلب، ممكن تفيدني او تفيد اي حد تاني برأيك، وممكن كمان حتى تغير رأيه وما اشتريش الموبايل لو انت جربته ما عجبكش. وكمان ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم.